باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. قراءات اليوم 28 من شهر بشنس. تذكار نقل جسد القديس أبي فانيوس إلى قبرص. تقرأ فصول اليوم 17 من شهر هاتور، وهي مرتبة على نياحة القديس يوحنا ذهبي الفم بطريرك القسطنطينية. إنجيل عشية. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركاته. على جميع من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. كهنتك يلبسون البر وقديسوك يبتهجون من أجل داود عبدك. هيأت سراجا لمسيحي وعليه يزهر قدسي. باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. وكان يسوع يطوف في كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل وجع في الشعب. فذاع خبره في جميع سوريا فأحضروا إليه جميع السقماء بالأمراض والأوجاع المختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم. وتبعه جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. ولما رأى الجموع صعدا إلى الجبل، فلما جلس جاء إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا:
طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم أنتم ملح الأرض وإذا فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله إنجيل باكر. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع عنا من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين أقسم الرب ولن يندم إنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم ملكي صادق
الرب عن يمينك لذلك يرفع رأسه. مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. ونزل معهم ووقف في موضع خلاء مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل صورا وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منهم ويشفيهم من أمراضهم. والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو ذا أجركم عظيم في السماء لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء. والمجد لله دائما. البولس فصل من الرسالة الثانية من معلمنا القديس بولس الرسول إلى تلميذه القديس تيموثاوس بركته علينا آمين. وأما أنت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسمي الأول وإيماني وآناتي ومحبتي وصبري الاضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاكية وإيقونية ولسترة جميع الاضطهادات
قد احتملتها، ومن جميعها أنقذني الرب وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ولكن الناس الأشرار الخداعين سيتقدمون في الشر بالأكثر، ضالين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمته وأيقنته، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع، لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعدا ثابتا في كل عمل صالح. أنا أشهد أمام الله والرب يسوع المسيح الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، عظ، انتهر بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون آذانهم فيصرفون مسمعهم عن الحق ويميلون إلى الخرافات. وأما أنت فاستيقظ في كل شيء واقبل الآلام واعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، فإني أنا أيضا سوف أنتقل، ووقت حلالي قد حضر، قد جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان، أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط بل ولجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. أسرع أن تأتي إلي عاجلة، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكيس إلى غلاطية، وتيتوس إلى دلماطية، ولوقا وحده معي. خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس، والعباءة التي تركتها في ترواس عند كاربوس أحضرها متى جئت مع الكتب أيضا، ولا سيما الرقوق. اسكندر الحداد فعل بي شرورا كثيرة ليجازه الرب حسب أعماله، فهذا احتفظ منه أنت أيضا لأنه قاوم أقوالي جدا. في احتجاج الأول لم يأتي إلي أحد، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد، وسينجيني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي، هذا الذي له المجد إلى دهر الدهور، آمين. سلم على بريسكيلا وأكيلا وبيتي أونيسيفوروس. أرستوس بقي في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضة، بادر أن تجيء قبل الشتاء. يقرئك السلام أفبولوس وبوديس ولينوس وقلودية وجميع الإخوة. الرب يسوع المسيح مع روحك، النعمة معكم، آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا، آمين. الكاثوليكون، فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس بطرس الرسول، بركته علينا، آمين. أطلبوا إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ شريككم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن، ارعوا رعية الله التي بينكم وتعاهدوها لا بالقهر بل بالاختيار كمثل الله، ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث بل صائرين أمثلة للرعية، ومتى ظهر رئيس الرعاة
تنالون إكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان، اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا، هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له السلطان والمجد إلى الآباد، آمين. بيد سلوانوس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدة أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل ومرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين. الإبراكسيس، فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم علينا، آمين. ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى أحبار الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع، والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود كيف لم أخفي شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها، شاهدا جهرا وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها، غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلة: إن وثقا وشدائد تنتظرك. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذين مررت بينهم كارزا بملكوت الله. لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم إني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه بذاته، لأني أعلم أنه من بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا إذا متذكرين أني 3 سنين لم أفطر نهارا وليلة عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي، أنتم تعلمون
أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب ونعضد الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع لأنه قال: الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها: إنهم لن يروا وجهه أيضا. ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة. آمين. إنجيل القداس. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته. على جميع عنا من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا. أمين. أمسكت بيد اليمنى وبمشورتك هديتني وبالمجد قبلتني، وأنا خير لي الالتصاق بالله وأن أجعل على الرب اتكالي لأخبر بكل تسابيحك في أبواب ابنتي صهيون. هل ليلويا الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد. آمين. الحق الحق أقول لكم، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق وليص، وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها. فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته،
وأما الغريب فلا تتبعه بل تهربوا منه لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قاله لهم يسوع وأما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا الحق الحق أقول لكم إني أنا هو باب الخراف جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم أنا هو باب الخراف إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف وأما الذي هو أجير وليس راعيا الذي ليست الخراف له فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف فيخطف الذئب الخراف ويبددها لأنه أجير ولا يبالي بالخراف أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا وأنا أضع نفسي عن خرافي ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمعوا صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد والمجد لله دائم.